لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، ترقبوا في الساعة 7 مساء البث المباشر للمهرجان 22 شور منهج آل الرسول، تقوى وسطية أخلاق، راب إسلامي حسيني مهدوي، والذي تقيمه هيئات شور منهج آل الرسول ومشروع الشباب المسلم الواعد، وبمشاركة نخبة من رواديد الشور والراب الإسلامي الحسيني المهدوي من الأشبال والشباب. بغداد الشعب، 2/3 من رجب المعظم لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر للمهرجان يمكنكم متابعتنا على الروابط التالية.